بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، وصلت وزارة الداخلية مشاركتها المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة بتوزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين. على أنغام فرق موسيقات الشرطة احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها. سنة طيبين، وشرطتنا بألف خير، ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. واللي بإذن الله بيتحدى ناس بسلاحه كتير كارهين، طول عمر الشعب ده إيد واحدة دول في رباط. كل سنة وأنتم طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ترتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. بالضحكة اللي عليك احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حسن أمان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، وأجمل حاجة في البلد هي الأمان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب إن شاء الله. الاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952 وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم وعلى كل اللي انتوا بتعملوه معانا. كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايه الجيل. حست نفسها الشرطه احسن ناس، وهم اللي حامينا، وربنا يبارك فيهم يا رب، ودايما من نصر لنصر. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله. نتمنى لمصر كل الخير ان شاء الله، وربنا يوفقها بقيادتنا السياسيه، واحنا وراك يا ريس ان شاء الله. مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحرك. شايلنا على اكتافكم وحاميننا من كل حاجه والله. طول عمر الشعب ده ايد واحده دول في رباط واليوم الدين. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي، حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتم طيبين، وعيد عليكم الأيام بخير، ودايما معانا ودايما حامينا. تحيا مصر، ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين.